من برادران عزیز را توصیه می کنم کتاب مرحوم شرف الدین برای شما عرض کنم، این رو برای شما عرض کنم بخوانند. ترجمه المراجعات بهترین کتاب، در حقیقت یک مناظره است بین یکی از بالاترین مقام علمی شیعه و بالاترین مقام علمی سنی از اساتید دانشگاه الازهر جناب سلیم بشرا، از این طرف هم مرحوم شرف الدین. کتاب خیلی خوبی، مطالب خیلی زیبا روان مؤدبانه در اینجا مطرح شده. یک عمر این کتاب های خودتون خواندید، بیا عزیزم یک 10 ساعت 20 ساعت هم کتاب مرحوم شرف الدین، یک کتابی است مؤدب منطقی مستدل، کتاب المراجعات، یک جلد 250 صفحه‌ای آقای شرف الدین که نماینده تفکر شیعه که مناظره و مکاتبه دارد با جناب سلیم بشرا نماینده تفکر اهل سنت، اینها را هم بخوانید. حالا بعد از خواندن هر نتیجه که دیدید، ما برای نتیجه گیری شما احترام میذاریم. من در خدمت. ولد الامام العلامه المحدث سلیم البشری المالكي شيخ الجامع الازهر وعالم الساده الملكيه وأحد من افتخر به القطر المصري، كله عام 1248 هجريا الموافق لسنة 1832 للميلاد في محلة بشر بمحافظة البحيرة في مصر. نشأ على المذهب المالكي ثم ترعرع في مهدي العلم في جامعة الأزهر حتى وصل إلى مرتبة من العلم والدراية، إذ تمكن من تولية مشيختها مرتين. وقد عاش الشيخ حتى بلغ 90 من عمره وهو يحفظ الصحيحين والموطأ عن ظهر قلب، وقد توفي وهو يقرأ الحديث الشريف للطلاب، وكانت وفاته سنة 1335 للهجرة. بلغ السن 80 والذي كان عالما بالمعنى الصحيح والذي قضى حياته في العلم في القرآن وتفسيره والحديث وعلومه والفقه ودروسه، وصل هذه المرتبة. والآخر الطريد الذي لجأ إلى مصر، شاب طريد لجأ إلى مصر. هل كل شاب طريد يلجأ إلى مصر يلتقي بشيخ الأزهر؟ لا طبعا، شيخ الأزهر من يأتي إليه يكون أشخاص على قدر علمي، على قدر مكانته العلمية. لا يستقبل العوام على الإطلاق إلا إذا كانوا من طلاب الأزهر على الأقل، ولا يستقبل هؤلاء، لأن هؤلاء ممكن أن يستقبلوا آخرون. لأن مشيخة الأزهر فيها عدد كبير. لا، ده هنا دكتور عبد الحسين المساوي الكذاب ده افترض أنه صديق لشيخ الأزهر والتقى به عدة مرات، والشيخ يخاطبه بهذه الألفاظ التي تعتبر تعتبر شيخ الأزهر تلميذ لدى عبد الحسين. تلميذ صغير مثلا. لأن هنا لأن علمه. يعني الرافضي هذا لم يستحي وهو يذكر بأن الشيخ البشري تعلم منه وطلب المزيد من علمه. من علم من؟ شاب طريد لجأ إلى مصر. الشاب الطريد الذي لجأ إلى مصر أن يدخل مصر، يسمح له أن يدخل مصر وأن يبقى في مصر فترة معينة، إنما أن يذهب إلى شيخ الأزهر وأن يتفق معه على مراجعات مكتوبة. مكتوبة، نعم، معنى لا توجد ولا مراجعة واحدة مكتوبة خالص في الأزهر عندنا. هذه المراجعات كلها، الكتاب هذا كله ليس فيه مراجعة واحدة مكتوبة. وإنما كلها تقصد مكتوبة إيه؟ مكتوبة عندنا يعني في نسخة منها عند شيخ الأزهر ونسخة هنا هناك. هو اتفق، قال بأن اتفق مع شيخ الأزهر على أساس أن كل منهما يكتب والآخر يرد كتابة. رسالة برسالة. رسالة برسالة. نعم. أين الرسائل هذه؟ عندنا. لا يوجد ولا رسالة موجودة. والكتاب طوع بعد وفاة الشيخ البشري ب20 سنة. ب20 سنة. لا، ليه ما طلعوش عبد الحسين في حياة الإمام؟ لو كان هناك كتاب قد لطلع أخرجه. هو أصلا لا يوجد كتاب. إذا كان فرية كبرى. لا. يعني الكتاب أصلا غير موجود، لا يوجد كتاب أصلا. ولا يوجد لقاء أصلا بين عبد الحسين والشيخ على الإطلاق. إطلاقا. الكذب على علماء الإسلام، على علماء السنة، وإلصاق التهم بهم، فإن الشيخ البشري من العلماء الربانيين، ويعني كذب ذلك كثير من طلابه والأجيال التي جاءت بعد طلابه،
ونفوا عن الشيخ البشر رحمه الله تعالى أن يكون تفوه بشيء من ذلك، وماذا تفعل في أناس يتقربون بالكذب إلى الله ويدعون ذلك قربة إلى الله سبحانه وتعالى؟ هذا ديدنهم وهذه هي طريقتهم. هذا الرجل الذي كتب كتاب المراجعات يريد أن يدلس على الأمة، ويريد أن يلبس على الأمة دينها، ويريد أن يكذب على الأمة، ويقول يعني أن الشيخ سليم البشري شيخ الأزهر الأسبق وشيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى أنه راجع وأنه وافق الشيعة في منهجهم، نقول لهم كفاكم كذبا وتدليسا وتضليلا وخداعا، ولن ومهما فعلتم من الكذب والتضليل والخداع فإن الحق أبلج والباطل لجلج، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. في وقتها كنت أدرس الدكتوراه مع الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله فذهبت إلى الشيخ وقلت له يعني كتب في كذا وكذا، هذا كلام غير مقبول، فقال لا نعم هذا ليس صحيحا وسأدلك على من تسأل في هذا. وتحدث مع الدكتور طارق البشري، اتصلت به فقال جدي ابنه محمد موجود، رجل كبير وموجود، فيمكن أن نتصل به. ممتاز. وفعلا اتصل به وتحدثت معه. فقال للآتي: قرأت الحديث على أبي 30 سنة ولم يذكر لي شيئا عن الشيعة، وما كان يخفي عني أي شيء. طلع واحد كان جه مصر لنا سنة 1908 اسمه شرف الدين الموسوي، راح بألف كتاب زي حاجة أدبية كده، رواية ولا حاجة، شرف الدين الموسوي، قال إنه شين بيناقش ويراسل سين، الطبعة الأولى، الطبعة الأولى عندي كاتب فيها شين وسين، شين إشارة إلى شيعي وسين إشارة إلى سني. طيب كتاب أدبي لطيف في أمانة الله مجرش حاجة. طبعا الكتاب اسمه مراجعات وفيه إن الشيعي بينتصر على السني في الآخر، ما يجرش حاجة. وسع صدرك وفوجئنا بعد ظهور الوشيعة إنه خلى شين شرف الدين وخلى سين الشيخ سليم البشري اللي هو شيخ الأزهر. هلا طب ليه كده؟ ليه كده؟ ليه؟ الشيخ سليم البشري هيقول له شنف أسماعي وزدني زادك الله فضلا. الشيخ سليم البشري ده الشيخ سليم البشري كان مكتبة متنقلة، وكان يعني هقول لكم ايه، على فكرة ده ما ينفعش، والكلام ده مش كلام الشيخ سليم البشري، وبحثنا في بيت البشري وفي تراث فلم نجد اي اثر باتاتا لمثل هذه الاوهام، وبنقول يا جماعة عيب يا اخواننا، تحولوا السين شين واللي هي سني وشيعي الى شرف الدين وسنين، عيب. وعيب لما يكون ده بعد تأثيرات الوشيعة، وعيب لما يكون ده بعد الناس ما ماتت، عيب. المهم الحاصل لما طلعت المراجعات بالشكل ده، سليم الشيخ سليم البشري ده كان حافظ البخاري كده أسانيده كله يعني على بعضه كده، وكان حافظ لسان العرب على بعضه كده، هو مش قاريه، ده كانوا حافظين. الشيخ سليم البشري ما لقيتش إلا سليم البشري. افسانه در افسانه در افسانه از بیخ همه چه دروغ بوده. و ببینید اینها چیزی درست کردن، ته سرش همه چی به هم ریخته است. افسانه در افسانه در افسانه از بیخ همه چی دروغ بوده.
ببینید اینها چیزی درست کردن، ته سرش همه چی به هم ریخته.